العثور على جثه الطفل حسان ياسين في غابة إغيل موه عثرت وحدات الحماية المدنية وأفراد الدرك الوطني على الطفل يانيس حساني المفقود منذ أربع أيام مقتولا بغابة إغيل موه واختفى في الطفل يانيس البالغ من العمر أربع سنوات يوم واحد ديسمبر من مسكنه العائلي في بلدية آية يحيى موسى وشارك مئات المواطنين منذ ثلاثة أيام في عملية تمشيط للغابة بحثا على الطفل المفقود ليتم العثور على جثته منتصف نهار اليوم جمعة وقد تم تحويلها الى المستشفى لاجراء عمليه تشريح للكشف عن ملابسات الحادثه